20 يناير ترويج شائعات كثيرة ومغرضة صعدت في الفوضى، البلد لا تحتمل مثل هذه الفوضى. فهنا كمان أنا أشيد إشادة كبيرة بالقرار بتاع المتحدة إنه في نشرة يومية بتقدم كل الحقائق يعني بتنشر المعلومات الصحيحة بشأن الشائعات. يا ريت كتير من القنوات نعمل ده، يعني نتضافر، دي بلدنا في الاخر. نعم. والبلد دي مش هتقبل ان يبقى فيها ثقب واحد. نعم. وعلى فكره الناس اللي بتطلع الاشاعات لهم اغراض، اولا رقم واحد هم بيركزوا الفتره اللي جايه هيركزوا على الشباب وعلى النساء، لان دي العناصر الفاعله في المجتمع المصري دلوقتي، مع احترام لكل الفئات الاخرى، لكن دي العناصر المراه يعني العمود الفقري في البيت، الأسعار والغلاء والأكل والشرب، فركز عليها. الشباب قضايا الشباب ومحاولة بس القيم الهدامة بين الشباب عشان أخلق نوع من الشباب عنده لا مبالاة، وشباب لا يهتم بقضايا بلده، وشباب ممكن من السهل أن تشعل في حرارة. فدول الفئات اللي بيركز عليهم، جنب كمان القضايا الجماهيرية. القضايا الجماهيرية زي قضايا الأسعار، قضايا الغلاء، وبدأوا يدخلوا كمان على القضايا الرياضية، على قضايا الكرة وتقليب الحقد ما بين الأندية وما بين المنتخبات. نعم. وما بين الجماهير. فدي كلها الحقيقة أشياء محتاجة تتعالج. وأنا عايز أقول لك حاجة، احنا بيجينا شكاوى بتتعلق بالوسط الرياضي. كل هذه الشكاوى لا تتأخر دقيقة واحدة بتتحول للجنة الشكاوى واللجنة الرياضية، ودي لجنة من كبار المستشارين ورجال القانون. وفي ضوابط احنا بتشتغل في إطار الدستور والقانون، وفي ضوابط. هل هذه الشكاوى بتتعلق بقضايا منظورة أمام المحاكم وصدرت فيها أحكام؟ ده لازم، لأن مثلا أذكرك أيام الأستاذ مكرم محمد أحمد أصدر قرار بمنع النشر في قضية معينة كانت أمام النائب العام. قضية اللي هو معهد الأطفال. النائب العام استدعاه، لأن القضايا اللي أمام النيابة العامة وأمام المحاكم لازم بيبقى فيها إجراءات محددة. رقم اثنين، وده مهم جدا جدا، وركز معايا، تنقية الوسط الرياضي. تنقية الوسط الرياضي مسؤولية جهات متعددة، أولها وزارة الشباب والرياضة بالقانون، مكافحة الشغب وكذا وكذا، اتحاد الكورة، لجنة الأندية، لجنة المحترفين. عندك كمان النقابات، الرابطة، رابطة العالمين، الرابطة، لجنة الشباب والرياضة في المجلسين دي، كل والمجلس كمان معه. نعم. بس مش المجلس لوحده. مش المجلس لوحده، ده القانون، كل القوانين في الجهات دي بتقول لهم انتوا عليكم إجراءات لإشاعة الروح الرياضية الرياضية ومقاومة ومكافحة الشغب ومنع التعصب. فإذا يعني يا ريت نوجه دعوة من خلالك كل هذه الجهات تتعاون مع بعض، ويبقى والنقاد الرياضيين البرامج الرياضية لازم كلنا نتحد ونتعاون، لأن الموسم اللي جاي هيبقى موسم صعب جدا على فكرة. مظبوط. على كل الأندية. نعم. فهذا الموسم محتاج كلنا نشتغل مع بعض. نعم. كل الجهات اللي أنا قلت على ابتداء. نعم. من الوزارة والنقابات والبرامج الرياضية نتفق، ما احنا عملنا اجتماع في المجلس وحطينا ميثاق عدم الخوض في السيرة ولا السمعة الشخصية، لازم نرجع للضوابط دي ونتعاون ولا نلقي باللائمة على جهة دون أخرى. كلنا مشتركين في المسؤولية، وأولنا المجلس الأعلى، بس تبقى المجلس بيشتغل من خلال ضوابط وأحكام قانونية، وفي لجنة مستشارين، والشكوى اللي بتيجي بتتحول على الفور. هل حركتوا أي شكوى، خدتوا أي إجراء، ولا منتظرين؟ كل الشكاوى موجودة دلوقتي في اللجنة القانونية وبتدرس تماما، وهتتخذ فيها قرارات، إما تروح للنائب العام. لازم نراعي ان قضايا القصف والسب دي مكانها النائب العام والمحاكم. نعم. لان دي قضايا بتحتاج دفاع وبتحتاج محامين. لا استاذ كرم، حضرتك بتقول لو في شكوى فيها سب وقصف هتاخدوا اجراء ممكن تحيلوا كمجلس هذه الشكوى الى النائب العام. يا احنا نحلها يا صاحب الشأن الفني. آه. ومعظم طيب القضايا اللي فيها قصف وسب وحيلت الى المحاكم. نعم. اللجنه القانونيه عندنا بتنظرها بمعايير قانونيه، عشان في سلطات اخرى لا نجور على سلطه اخرى. نعم. ولا نضطهد. يعني انا عايز اقول ان يعني مش عايزين دايما ناتي في المجلس في يعني خليه مجلس مستقل وفقا للدستور والقانون، ونحفظ له الهيبه والاحترام حتى حين يتخذ احكام يعني الغير. لكن مسألة بقى الهجوم المستمر أو إنه لم يتخذ قرار، لا، كل المنظومة، أنا بنادي دلوقتي كل المنظومة الرياضية يجب أن يتم تفعيلها،
ابتداء من وزارة الشباب والرياضة انتهاء بالنقابات والرابطة النقاد الرياضيين. دي مسؤوليتنا كلنا. كلنا نطلع كده بصوت عالي نقول لا للتعصب، نحافظ على القيم والأخلاق الرياضية، نمنع الخوض في السيرة والسمعة الشخصية، يبقى موقف موحد. وقضايا القذف والسب تروح للمحاكم وتروح للنائب العام وتصدر فيها أحكام رادعة، المنظومة كلها تشتغل مع بعض، نوصل فعلا للهدف اللي احنا عايزينه، رياضة نظيفة وموسم إن شاء الله يبقى كويس. أشكرك شكرا جزيلا كاتب الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. والنهاردة يعني هيكون معانا طبعا ضيفينا الكريمين نتكلم معاهم دلوقتي.